بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في ظل الكلام حوالين مفاوضات برشلونه مع روبرت ليفاندوفسكي ومفاوضات برشلونه مع لعيب زي رافينيا دياز لاعب ليدز يونايتد، محتاجين نرجع نتكلم شويه، لان من اكتر الحاجات اللي حبيت ان انا قريتها غلط فكره تشافي واخوان لابورتو، لان كنت متوقع ان تشافي واخوان لابورتو مش هيقدروا يرجعوا برشلونه، بس الحمد لله رب العالمين قدروا يرجعوا برشلونه، وطلعت انا غلطان وطلعوا هم صح، وطلعوا هم عندهم رؤيه عاليه جدا بجانب ماتيو اليماني، واحد من افضل المديرين اللي وصل برشلونه من فتره طويله جدا، الراجل اللي قدر يقلل عقود اللعيبه الكبار، الراجل اللي قدر يخلص لعيبه وصفقات محترمه مجانيه، وتحيه وتقدير لماتيو اليماني. واي حد من جمهور برشلونه يقول لك مين ماتيو اليماني ده، عرفه مين ماتيو اليماني، لان الراجل عامل شغل ورا الكواليس محترم جدا 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 مع الفريق ومع اللعيبه. وكمان فكرة ان انا وفرت فلوس للنادي بحيث برشلونة بقى عنده فلوس ان هو يخش بيها الماركاتو، يعني موضوع انك تجيب صفقات مجانية بس فرانك كيسي وتروح تجيب كريستيانسن وتروح تجيب تتفاوض مع اسبليكويتا وتخلص كريستيانسن وتخلص كيسي والكلام دلوقتي على سيزر اسبليكويتا، لا مش عايزين اسبليكويتا، احنا نروح نجيب نصير مزرعة من اياكس، احنا كنا فين وبهدفين، احنا كنا بنفلس يا باشا وكنا بنشحت، والناس دي جم بسم الله ما شاء الله قدروا ان هم يرجعونا لحته ان احنا نتفاوض مع اللعيبه بشويه ثقه، شويه ثقه اللي هو احنا معانا فلوس وخلاص، ما بقاش في رواتب كبيره في الفريق، وخلاص احنا تخلصنا من كل الحاجات الزياده اللي كانت موجوده في الفريق، وبنقدم كره جميله. وموضوع الكره الجميله ده محتاج تقعد تتكلم على تشافي من هنا لحد الصبح، على ان ازاي تشافي قدر يطور منظومه برشلونه، وازاي لعيبه برشلونه مع تشافي قدروا ان هم يفهموا ويهضموا الافكار بتاعته، وازاي اساسا تشافي بيتعامل مع اللعيبه دي خارج الملعب، لان الفيديو اللي اتسرب اثناء احتفال تشافي واستقباله للعيبه في غرف الملابس في ملعب سانتياغو برنابيو كان فيديو عظيم جدا. يبقى الفيديو ده بينزل لك قد ايه الفريق بيحب تشافي وتشافي بيحب لعيبته، وقد ايه حاله برشلونه في غرف الملابس بدات تستقر، غرف الملابس اللي كنا بنشتكي منها من سنين، وكنا بنقول ان لعيبتنا مش متربيه، جه تشافي علشان خاطر يربي غرفه برشلونه على الحب والود وشويه قلوب كده مرميه في الاوضه، وفجاه برشلونه قدر ان هو يرجع على الطريق الصحيح، من موسم كان البعض شايف ان هو كارثي لموسم برشلونه بقى بينافس فيه ريال مدريد في النهايه على الليجا. ولا في الاحلام حرفيا، والله ولا في الاحلام. ودلوقتي لما نقعد نتكلم حنان برشلونه بيفاوض لعيب عنده بالون دور واحتمال ياخد بالون دور تاني وهو روبرت ليفاندوفسكي، عايز اقول لك لا 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 لا. بصراحه انا متقبل جدا الصفقه، يعني انا لما انتقدت صفقه اوبا، اوبا جه كسر الدنيا، الناس لحد دلوقتي بتخش تشتمنا على الفيديو بتاع اوبا بيانج، وما عنديش اي مشكله لان انا كنت غلطان، ولما اغلط في حاجه ما عنديش مشكله ان انا اتعاقب عليها، انا غلطت في ان انا كنت شايف ان اوبا يبقى صفقه فاشله، بس اوبا لما جه حتى الان مقدم اداء عظيم جدا 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 لم يتوقعه احد من جمهور برشلونه، واللي يقول لك ان انا كنت متوقع ان اوبا هيعمل كده اقول له معلش ان تشتغلني، بس عشان اوبا دلوقتي مقدم اداء جاي فهتقول كده، بس اوبا بيقدم اداء مميز جدا حتى الان، هو وفيران توريس برضه، يعني فيران توريس واوبا بيقدموا اداء عظيم، بجانب عوده بيدري من الاصابه اللي بيقدم اداء ولا في الاحلام حرفيا، بدري اللي كنا بنشتكي ان هو مش ايجابي على المرمى، حاليا بدري من اكتر اللعيبه في الفرقه الايجابيه على المرمى، تحس ان فتره الاصابه بدري اتطور سعادتك اللي هو بسم الله ما شاء الله، فتره الاصابه ايه ناقصني ايه ناقصني، افوت على الجون اروح على الجون اجيب اجوان اعمل اسيستات هرجع بقى اعمل كل ده، والراجل حاليا رجع بيعمل كل ده وبيقدم كوره جميله جدا سواء مع برشلونه او سواء مع مشاركته مع المنتخب الاسباني. بابلو جافي انا ما عنديش مشكله معاه، انا عندي مشكله بس مع حته ان جافي بيتعامل معاه جوكر، لو انت بتحط بتلعب في اي حته في الملعب دي، بس المشكله اللي عندي بالنسبه لجافي، انما هو موهبه، موهبه عظيمه جدا وموهبه مستنيين منه كتير جدا. لما كنت بتكلم ان احنا مشكلتنا ان اللعيبه دي كلها بتلعب في مركز واحد هي نص الملعب، ده كان كلام حقيقي، لان جافي ونيكو وبدري بيلعبوا نص ملعب بجانب فرانك ديونج، بجانب انك هتروح تجيب فرانك كيسيه، فاحنا عندنا تخمه في لعيبه النص، بس اهم حاجه بالنسبه لل 4 3 3 او بالنسبه لاي مدير فني عايز يلعب كره جميله ان يكون عندك نص ملعب محترم، وبرشلونه بدا يكون عنده نص ملعب محترم. وعلى فكره لما نتكلم على صفقه زي روبرت ليفاندوفسكي فدي صفقه مهمه جدا لبرشلونه، مهمه جدا انك ترجع تاني تجيب لعيب كلاس ايه، مهم انك ترجع تجيب لعيب معاه بالون دور ولعيب مرشح بقوه انه ياخد بالون دور للمره الثانيه على التوالي. يبقى انت لما تجيب ليفا مهما كان سنه كبير، احنا بالصلاه على النبي جبنا اوبا وقلنا سنه كبير والراجل مكسر معانا الدنيا،
فلما تقعد تتكلم دلوقتي ان لا ليفا سنه كبير ولا اصل 60 مليون لا اصل 40 مليون اللي هندفعهم فيه احنا نروح نحطهم في لعيب تاني، لا الكلام ده ما ينفعش. ليفا لعيب مهم جدا، ورافينيا لعيب مهم جدا، ورافينيا صفقه مميزه جدا جدا جدا. رافينيا بيقدم اداء مميز مع ليدز يونايتد، رافينيا اللي ممكن يلعب هاف يمين، ممكن يلعب هاف شمال، ممكن يلعب سترايكر في اوقات، رافينيا لاعب متعدد الوظائف الهجوميه، فوجوده في برشلونه حاجه مهمه جدا، والعين اللي اختارت رافينيا محتاجين ان احنا نقعد نسقف لها ويقول لها الحمد لله على السلامه، اخيرا بقى انا بننقي لعيبه بما يرضي الله، اخيرا بقى بننقي لعيبه تيجي تعمل فرق مع الفريق. بجانب الكلام حوالين نصير مزراوي، نصير مزراوي اللي انا بتمنى ان هو يكون موجود في برشلونه، لان نصير مزراوي لسه ولد صغير لسه هيقدم اداء كبير في ناحيه اليمين اللي برشلونه بيعاني فيها. ومع الكلام حوالين دانيال الفش مش هيجدد العقد مع برشلونه لان في تحفظات بالنسبه لاداره برشلونه ان هي تجدد مع داني، لان داني هيوصل 39 سنه فهو مش عايزين يجددوا مع داني. فحته ان احنا نجيب نصير مزراوي وسيرجينو ديست، لو الكلام على بيع سيرجينو ديست نبيع ديست ونجيب مزراوي ونتكلم على جايا، فاحنا بسم الله مش احنا مش بنعمل صفقات، احنا بنعمل طفره في الفريق، احنا بنعمل صفقات تخليك حرفيا ترجع تاني تحط رجلك على الطريق الصحيح في اوروبا. هتنافس ريال مدريد على الدوري، هترجع انك تتكلم في دوري ابطال اوروبا، لان لما تتكلم معايا على خط هجوم في اوبا، في لعيب زي ليفاندوفسكي ان شاء الله لو تمت، في لعيب زي انسو فاتي اللي ان شاء الله باذن الله يرجع لنا بالسلامه من الاصابه، وان شاء الله يا ربنا يبعد عنه الاصابات، وعثمان ديمبلي ان شاء الله يتم اقناعه ان هو يجدد، ولو اني لا اعتقد ان دمبوز ممكن يجدد لو رافينيا وصل برشلونه، بس مش مهم، المهم ان احنا يا نجدد دمبوز يا نطول اعاره بتاعه ادامة، نمدد الاعاره بتاع ادامة، لان توتنهام واقف مستني دول هتجددوا الادامة ولا هترجعوا ادامة لولفرهامبتون. فانا اتمنى ان احنا ما ينفعش نمشي دمبوز ونمشي ادامة تراوري، واحد بس هو اللي يمشي والتاني هو اللي يقعد، وطالما دمبوز طلب 40 مليون يبقى هنقول له مع السلامه دمبوز، ولو اني بصراحه اتمنى ان دمبوز يجدد، لان عثمان ديمبلي بيقدم مستوى عظيم جدا الفتره الاخيره، هو لعيب برشلونه اغلبهم بيقدم اداء مستوى عالي قوي، بس عثمان ديمبلي الفتره الاخيره بيقدم اداء عظيم جدا جدا مع برشلونه، فانا بتمنى بصراحه ان برشلونه يجدد مع عثمان ديمبلي ونرجع ادامه تاني لوفرهامبتون، بس لو دمبوز مش هيجدد نخلي ادامه معانا موجود مفيش اي مشكله فيه. بجانب انك تعير لعيب زي زازولي، بجانب انك تعير لعيب زي اخوماش، بجانب انك يكون عندك لعيب بيشيل المشروع بتاعك وهو روبرت ليفاندوفسكي، اللي الكلام بدا يكتر ان الراجل عايز يخلص مسيرته ببرشلونه، وبصراحه دي حاجه اتمناها ان يكون عندي مهاجم سفاح زي روبرت ليفاندوفسكي يعيد لي تاني موضوع سواريز، ويعيد لي تاني ان انا بقى عندي فريق كويس جدا فيه خط نص محترم شاب وفيه خط هجوم مميز جدا. المشكله تفضل عندي في موضوع خط الدفاع، بس ان شاء الله باذن الله ربنا يحن على قلب خوان لابورتو وفكر ان هو يجدد شويه في خط الدفاع، يعني يفكر ان هو يمشي بيكي ويخليه يقعد على الدكه شويه بجانب تشافي، ونروح نجيب لعيبه مساكين. ما الموضوع المساكين وموضوع خط الدفاع ده فيه مشاكل، لان بيقارن رونالدو اروخو برشلونه مش عارف يوصله للرقم اللي مانشستر يونايتد موصله ليه، وان برشلونه عمال يقدم لاروخو عروض بعيده تماما على العرض اللي مانشستر يونايتد مقدمه لرونالدو اروخو. بنتمنى ان اروخو يجدد، لان اروخو ده واحد من اهم المفاتيح الدفاعيه عندنا في الفريق، اهم لاعب في المنظومه الدفاعيه حرفيا بالنسبه للمساكين، لان ما اعتقدش انك عايز تبني منظومه فيها نص ملعب مميز جدا زي فرانكي كيسيه وزي بيدري وزي جافي وزي فرانكي ديونج وموجود معهم خبرات زي بوسكيتس، وتقول لي في الاخر ان انا هبني الفرقه كلها على بيكيه وعلى اريك جارسيا. هنا بقى يكون نقطه الضعف الكبيره جدا عندك بالنسبه لبرشلونه. اما الكلام على تغيير ماركو اندريه تير شتيجن فبصراحه بعتبره ان هو عبث، لان تير شتيجن شايل الفريق من فتره، بس هي الازمه ببرشلونه ان مفيش خط دفاع حرفيا، ان احنا بنلعب كوره وهاي لاين خطوط عاليه، ولما بنلبس مرتدات خط النص بتاعنا عبال ما بوسكيتس ما بيرجع بيكون القطار فات والكوره اتحطت في الشباك. برضه مستوى تراجع تير شتيجن، طبعا مستوى تراجع، بس فكره ان احنا محتاجين باك شمال وان احنا محتاجين مساك تاني قوي بجانب رونالدو اروخو، اتمنى ان برشلونه يبدا يحطها في الحسبان. الفيديو طول، بس بصراحه كان لازم ان الواحد يطلع يقول ان اهم حاجه عملها ماتيو اليمني وتشافي هرنانديز وخوان لابورت ان هم قدروا يرجعوا برشلونه تاني على الطريق الصحيح. تحيه التقدير لتشافي هرنانديز على المجهود اللي بيقدمه، على برشلونه الجميل جدا اللي بيقدمه 12 مباراه بلا هزيمه، تحيه التقدير للسيد خوان لابورت وماتيو اليمني اللي استلموا منظومه مفلسه وقدروا ان هم يحطوها على الطريق الصحيح، وقدروا ان هم يعملوا مركاتو محترم رغم ان في ناس كتير كانت بتنتقد، ومع ذلك برضو انت كان عندك اسم مميز وهو ممفيس ديباي. ممفيس ديباي اللي اتمنى ان برشلونه يصبر عليه شويه، اتمنى ان برشلونه ما يعاقبش ممفيس ديباي العقاب اللي كان بيحطه مع عثمان ديمبلي وكوتينيو اول ما جه ان هو بيسيبه
الصحافه الاسبانيه تبطل كوره. الصحافه الاسبانيه بطلت كوتينيو كوره في برشلونه وبطلت عثمان ديمبيلي كوره في برشلونه، لحد ما عثمان ديمبيلي بدا ان هو يكون مكروه من الصحافه والصحافه ما تركزش في حياته، بيلعب بلاي ستيشن ما بيلعبش بلاي ستيشن، بيضيع وقته في ايه ما بيضيعش وقته في ايه، وقتها عثمان ديمبيلي رجع للملعب. اتمنى ان برشلونه تعرف تحمي لعيبتها من الاعلام الاسباني علشان الموضوع ده مهم جدا. اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك، ما الفيديو ما عجبكش براحتك، عايز رايك واحترمه. في الاخر احنا الاثنين بنقول فيسكا بارسا في النهايه.